وظلت بدائع كامل الخلع من الموشحات بعيدة عن الأسماع أكثر من 30 عاماً، إلى أن قامت فرقة الموسيقى العربية عام 1967، حيث ألقت الضوء على هذه الكنوز، وبدأ الجيل الجديد يتعرف على ما تحمله من مواطن الأصالة والإبداع. ومن موشحات كامل الخلع نستمع إلى هذا الموشح: هات يا حبيبي ما بين الندم، واشرب يا طبيبي آيات الغرام، مقام حجاز، وتؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة.